بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حياكم الله يا شباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مادة القرآن الكريم للصف التاسع. كما تعودنا دائما في بداية الحصة نراجع الآيات السابقة. راجع معي محفوظك، وعليك أن تحفظ القرآن أولا بأول، واستشعر أن كل حرف من القرآن عليه عشر حسنات، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نراجع الآيات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيكم يا شباب. اليوم بإذن الله عز وجل مع الدرس الثالث من سورة الطلاق. افتح كتابك، رقم الصفحة ظاهر أمامك على الشاشة. عنوان درس اليوم: ثواب من يتقي الله سبحانه وتعالى. جاءت آيتا النص لتتحدث عن المعتدات من المطلقات اللائي يئسن من المحيض لكبر سنهن، وكذلك صواحب الحمل. وقد ختمت آيتا النص ببيان ثواب من يتقي الله في الدنيا والآخرة. سبب نزول الآيتين: لما نزل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال جماعة من الصحابة: يا رسول الله، فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ إيه عدة الصغيرة أو الكبيرة؟ فنزل قول الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اقرأوا معي هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نستمع إلى الشيخ ونردد معه الآيات. الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله. طيب يا شباب نكرر أيضا الآيات، اقرأوا معي يا شباب، التكرار يعلم الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. طيب يا شباب الآن سنتعرف على معاني المفردات ومعاني الكلمات القرآنية. معنى واللائي يئسن من المحيض أي النسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر السن. إن ارتبتم أي شككتم وجهلتم عدتهن. واللائي لم يحض أي لم يحضن لصغر السن. وأولاة الأحمال أي النساء الحوامل. ما ترشد إليه الآيات؟ المتوفي عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع حملها، المطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها عدتها ثلاثة أشهر. بيان أن حكم الطلاق والرجعة والعدة مما أوحى الله تعالى به فوجب العمل بمقتضاه. التقوى لها فضل وأثر عظيم في الدنيا والآخرة. الاعتداد بالأطهار أولى لما فيه الاعتداد بالأطهار أولى لما فيه من التخفيف على المعتد. نردد أيضا مرة مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.